السلام عليكم مستر إيهاب عادل، هشرح لكم كيفية الحصول على العلامات من موقع الوزارة. كل اللي هنعمله إن احنا هندخل على موقع على جوجل ونكتب في البحث كلمة بورتال ستيلنت. افتح لي الاختيارات دي، أول اختيار لوجين مينستري اوف اديوكيشن، هضغط عليها هيظهر لي بالشكل ده اللي هي صفحة اللوجين. هكتب بيانات منين اجيب الايميل؟ الايميل هو موجود في الصفحة الشخصية للطالب، ادخل على ال LMS عند الصفحة الشخصية، موجود هنا في عندي هنا موجود ستام ورقم add private moe.a، هنلغي كلمة private وهنكمل بقية الايميل. يعني بالنسبة للاولاد هيكون ستام، الام جاية من ميل، لو بنت هتكون ستاف وجاية من كلمة فيميل، بس الافضل هناخده من الصفحة الشخصية بتاعته بالرقم ونشيل كلمة زي ما قلنا هنشيل كلمة private. يعني مثلا عندي ستام هكتب الرقم ات، مش هكتب كلمة private، هكتب moe.ae. بعدين انتقل للخانة التانية هكتب moe at علامة at، وبعدين اكتب الرقم مرة تاني. ممكن اعمله نسخ من هنا واخده كوبي واعمل paste واعمل login. فتحت الصفحة معايا، هتفتح الصفحة معايا بالشكل ده، تمام؟ اللي ما بعرفش انجليزي ممكن يحاول عربي او زي ما هي، الموضوع بسيط جدا. هندوس على جريد بوك التاني هيبان لي الدرجات بالشكل ده. في حالة عدم ظهور النتيجة باستخدام الطريقة اللي انا قلتها في الفيديو، استخدموا بيانات ال LMS كما هي بالظبط عند دخول ال LMS وان شاء الله تظهر النتائج. شكرا لكم.